يا بنات حسين دوما رد بوسكنا وحي شوفته مكسور ظهره ظنتي راح العظيم صرخة كالثوب وسكينة وطلعا بالعجل زين صيح انهتكنا جانب فرجا جدل والشهيد حسين ينحب والدمع منه يهل نادته سكن العزيز وين عمي يا شهيد بس وصل شيخ العشيرة دارنا عليه الحرم زينب تنادي أخويا وين شيال العلم قال منا يا حزين أبو الفضل باع السهم واستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب وحي لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنود والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمود يا بنات حسين قوما ردوا بوسكنا وحي شوفته مكسور ظهره ظنتي راح العظيم صرخة كالثوب وسكينة وطلعا بالعجل زين صيح انهتكنا جانب فرجا جدل قالت إن أيس أجل عباس لينا ما يعود قوم نمشي نعالجه قال المعالج ما يفيد قالت وصف لي أحواله قال مخه عالجتوف والسهم ناشب بعينه يا حزين ولا يشوف شعر راسه مخضب دمه مقطوع الكفوف يا اختي والله انكسر ظهري يوم شفته عالصعيد نادت انهض بها النسوان روح الجثته ناخذ ويانا نعش حتى نشيل جنازته جنازته يا بنات حسين قوما رد بوسكنا وحي شوفته مكسور ظهره ظنتي راح العظيم صرخة كالثوب وسكينة وطلعا بالعجل زين صيح انهتكنا جانب فرجا جدل هذه خطوة عظيمة في طريق طويل الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.